قلتي مره انه انا ما حسيتش قوي بطفولتي لانه كنت يعني مكرساها لهذا ده الفن. حقيقي انا ما عشتش طفوله عاديه يعني، بس لما برجع بالذاكره ما لا هو ده يعني. بصي هو في يعني تسمحي لي بس هدخل في قصه كده جايز تكون بره الموضوع. هو في دلوقتي حاجه بيقولوا عليها التربيه الايجابيه، ان انت ما لا تزعلي الطفل ولا تعنفيه ولا تعاقبيه ولا تيجي ناحيته. طبعا الضرب ممنوع، ده اكيد ما حدش ابدا يدخل في حته الضرب دي حاجه مش مرفوضه، لكن ما ينفعش تسيبيه زي ما هو عايز. ايوه يعني انا لو كنت اتثبت زي ما انا عايزه اكيد ما كنتش هبقى هاخد السكه دي. أيوة. ما فيش حاجه اسمها كده. انا بشوف انه ما ينفعش الطفل يتساب وهو عنده 6 7 سنين يختار زي ما هو عايز. هو عنده ايه من الخبرات عشان تسيبيه يختار زي ما هو عايز؟ ما ينفعش يعني، لازم يتوجه ولازم لما يغلط يتعاقب ولازم يبقى فيه يعني عواقب. وجهه نظر يعني جديره بالاحترام. وفي نفس الوقت بنشوف ما هي توجهات او لا يعني لا بس اصلهم دلوقتي لما يعني انا مريت بتجارب مع بنتي في الحكايه دي، ولما تروحي تقعدي مع المتخصصين يعني حسسوك ان انت هلاكو يعني. ليه يا جماعه؟ مش ما ينفعش يعني، ما ينفعش الطفل لازم في الاخر برضو. طب ما هو هيتربى ازاي؟ ما احنا كلنا اتربينا كده وكلنا طلعنا شخصيات. اي نعم الزمن مختلف، اي نعم التحديات مختلفه، لكن في الاخر يعني التربيه الايجابيه اللي هم عايزين يفرضوها علينا دي انه الطفل يعمل زي ما هو عايز. ما ينفعش الطفل يعمل زي ما هو عايز، ما ينفعش. فانا دايما بقيس على تجربتي. انا لو كنت كان في شويه عنف وكان في شويه ضغط وكان في، بس ده في الاخر ادى الى نتيجه ان انا بعد شويه انا فهمت انه يعني لما طلعت مثلا بقى عندي 13 14 سنه انا من نفسي عرفت ان هو ده اللي هيبقى الكارير بتاعي، وانا من نفسي ابتديت ابقى انا مهتميه بنفسي. لكن وانا داخله عندي 10 سنين اكيد عايزه العب، مش عايزه اذاكر، مش عايزه اتمرن اكيد يعني. لابد ان يكون هناك توجيه طبعًا من الاسره، لكن في حدود ومع احترام ميول الصغار يعني. طبعا ايوه. بس قصدي ما يتسابوش براحتهم قوي كده.